نروح مع حضراتكم ليفربول، وطبعا اعتقد انه كتير من جماهير الكره امبارح تابعت صلاح في مواجهه ليفربول مع اتلانتا، والهدف اللي احرزه صلاح واستمرار مسيره نجاح وتالق وتحقيق ارقام قياسيه مع فريق ليفربول، ده فخر طبعا وشرف لاي مواطن مصري. محمد صلاح اعتقد انه خلاص يعني بعد ثلاث مواسم تقريبا قضاها مع ليفربول اصبح ايقونه، اصبح اسطوره من اساطير النادي وكتب تاريخ، وده اللي كنت بكلم حضراتكم. الموضوع مش بس فكره انه انك انت تحترف او انك انت تلعب في نادي كبير او انك انت تاخد فلوس كويسه، الموضوع وده بيتهيالي بيوصل للعيب بعد ما يوصل لمرحله نضج معينه، انه ازاي تسيب بصمه، ازاي تكتب تاريخ. واعتقد انه في ثلاث مواسم صلاح كتب تاريخ عظيم جدا، نتمنى انه يكون نموذج وقدوه يحتذى به. يورجن كلوب مدرب ليفربول اتكلم الحقيقه على صلاح، واتكلم عن نقطتين تحديدا، تخوف شديد جدا من انه صلاح، ويمكن في بعض الاخبار يعني اتكلمت على انه صلاح من المرشحين انه يكون اللاعب الوحيد اللي ينضم لتشكيله المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، وده شيء مخوف بشكل كبير جدا يورجن كلوب، لانه يشوف طبعا انه تغيب صلاح عن ليفربول لمده تقترب من شهر او شهرين او ممكن كمان تزيد لثلاث شهور هياثر بشكل كبير جدا على مسيره ليفربول، لانه بيعتبر صلاح احد اهم اللعيبه الرئيسيه في الفرقه، بالاضافه كمان انه شايل هم حتى ما بعد اولمبياد طوكيو انضمامه كمان للمنتخب المصري في بطوله امم افريقيا اللي هتقام في الكاميرون في شهر 2022 في سنه 2022، وده الى حد كبير جدا برضه هيكون ليه تاثير على مسيره ليفربول.